والحقيقة انه مش دين. قتل المصلين في دور العبادة ايا ما كانت، كنيسة، جامع، حتى لو كانت معبد يهودي، ايا ما كانت، ده الكفر بعينه. قتل المصلين من الابرياء هو الكفر بعينه، ودي مش اول مرة، يمكن الاكبر في التاريخ، يمكن في اكبر، في الاكبر في تاريخ دور العبادة في العالم، لكن مش اول مرة. قبلها في مصر كانت الكنائس المرقسية والبطرسية والقديسين، واحنا مش ناسين، ومساجد في العراق وافغانستان والسعودية، حتى المسجد النبوي استهدفوه. الدواعش لا دين لهم الا القتل. والناس بتسأل كلها طب هو ايه الهدف؟ والهدف واضح، اننا نخاف، واننا نشعر ان هذه الدولة مش قادرة تحمينا، واننا نهجر الجوامع والكنائس، وان احنا نقعد في بيوتنا. لكن الحقيقة اللي بيعملوه ده مهما كانت اثاره اللي بتوجع بيحقق العكس تماما. التحليلات بتطلع تقول اصله جامع صوفي، والدواعش ضد الصوفية، وبيعتبروهم كفرة. ويا ريت كلنا ما نجريش ورا تفسيرات بسيطة بتحاول تاخدنا في سكة غير السكة الحقيقية. صوفي، شيعي، سني، قبطي، الدواعش ضد هذا المجتمع. مرة تانية، الدواعش ضد المجتمع، كل المجتمع بالنسبة لهم كفرة، كلنا بالنسبة لهم كفرة، هم مستهدفيننا جميعا، كلنا تحت استهداف الدواعش، دولة وشعب، أقباط ومسلمين، مدنيين وعسكريين، جميعنا في عقيدتهم كفار ويجب أن نقتل. البداية كانت بالدولة، الجيش والشرطة، ولما تعقدت الأمور أصبحت الأهداف صعبة، راحوا للأقباط ثم المدنيين، ثم ها هي المساجد لا تنجو من استهدافهم. النهاردة مش هنملك العزاء، مش كفاية، دي بيوت كتير جدا في العريش، دي بيوت مفتوحة والطار مفتوح. والنهاردة في بيان لقبائل سيناء تتوعد بالثأر وبتقول مش هننام ومش هناخد عزا إلا لما نثأر، وحنبقى يدا في يد مع الدولة. لو كانوا بيخوفوا السواركة فالسواركة رجالة، لو كانوا بيخوفوا المسلمين فاحنا ما بنخافش، الرب واحد والعمر واحد. النهاردة كل ما نملكه في هذه الحلقة هو ان احنا نحاول نقرأ المشهد من جديد.